قال رئيس طائفة الإنجيلية القس أندريا زاكي إن مصر حريصة على تحقيق المواطنة بما يضمن كرامة المواطن المصري تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال كلمته في افتتاح الكنيسة الإنجيلية بمركز ملوي في محافظة المنيا عقب إعادة ترميمها، قدم القس أندريا زاكي الشكر لرئيس الجمهورية وقيادات القوات المسلحة على جهودهم في إعادة بناء الكنيسة التي تعرضت لأعمال تخريبية على يد جماعة الإخوان الإرهابية خلال عام 2013. هذا وقد شارك في الافتتاح قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية في المحافظة. احتفل بافتتاح الكنيسة الإنجيلية بملوي بعد إعادة بنائها بمعرفة القوات المسلحة الباسلة بناء على توجيه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كلنا نعرف انه الكنيسة وغالبية كنائس الأقباط المصريين تم استهدافها من قبل العناصر المتطرفة في أحداث فض رابعة وتطلع الدولة المصرية وقيادتها بإعادة بنائها وتدمير وإصلاح كل ما تم تدميره من قبل العناصر الخارجة على القانون والخونة والعناصر الإرهابية. وعد الرئيس وأوفى، والتزم الجيش المصري بإعادة بناء كل الكنائس، ودي آخر كنيسة لينا كطائفة إنجيلية بنفتتحها. دي مصر اللي احنا بنسعى إليها، والنهاردة في أمل وفي إحساس بالسلام.